أمال يا أمال، تعالي يا بنيتي، أخوك ما روحش من البارح. أمال، صباح الخير يا أم. منين بيجي الخير؟ أخوك ما روحش. حاضر، توا نوض ندور عليه. قولي لي يا أم، هو فما جامعة يدرى؟ من فمك لي باب اسمي، إن شاء الله ربي يهديه ويكمل قرايته. اللي يقرأ في الجامعة مش خير منه؟ لا مش خير منه، لكن اللي يقروا في المعاهد والجامعات ما ليهم يندروا عليهم وين، وحتى كان باتوا برا أكيد لغرض القراية مع زملائهم. القراية والمذاكرة خليناهم لك انتي. بري 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 كمي عقاب نومك، تو نلبس جلابيتي نمشي ندور ولدي بروحي. واحدة واحدة والنهار طويل. عمي صباح الخير. صباح النور يا بنتي، أحسن حاجة تديريها تضمن فطورك على بكري خير. على قولتك يا عمي، واحدة واحدة، أصلا حتى الدوشكا بيت البرة ما عنديش من يجيب جرتي. باهي فيكتي خويلة، حتى هو خليتيه يفطر معاك. يا عمي خليه، أنا أصلا ما بدش نزعجة، لكن مدامك أنت سخفت عليه بالله عليك كمل جميلك وضق عليه باب الدار، على خاطر معاش مثلا هلب عليه خدمته. يا سلام، حتى هو بدا يشتغلوا. ما دام هكي خليه نمشي مفيقه ونسايره ناكل معاه لقمه ولا اثنين، هذا اذا كان لحقت معاه على حاجه. باين عليه فاق وطلع بكري، علي خاطر اللي يشتغل يا بنتي لازم ينوض بكري من الصبح. يا سلام عليك يا خويلة، قداش متابر ومكافح، هيك هي الحياة. أيوة يا بنتي، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. يا سلام يا سلام يا بنتي، بين يوم وليلة تحول من كاسح جبار لباحث عن رزقة من أول النهار. اسمع يا عمي، ما تقوليش بعدين وانا غداي، راه قلت لك من توا راه الثلاجه فاضيه وصارت الخضره فياش الا راس بصل وطرفين بطاطا. هوينا عندك راس بصل، ديري بيه سلطه بصل باللي من القارص، وطرفين البطاطا اقليهم لي خالك، وانت هكا تهنيتي يعني روحك. اما بالنسبه لي انا يا بنيتي، انا متغدي برا، والدوشكا حتى هو انا عارفه يهني علي روحها، لكن اسمي لما تجي الدوشكا قولي له قال لك بوك ضروري ضروري ما تجيني في المحل الغادي، نبيه ضروري يسلم بنتي. كتر ضروري منا عندك الايام هذه يا عمي، الله لا تحرمنا منا الضروري. على العموم انا اصلا ماشي لحوش خالتي. خالتي؟ خالتك زبيده. زبيده يا بنتي، خير ان شاء الله؟ شنو فيه؟ لا شي يا عمي، غير قلت نمشي نتحمد لها على سلامه الكراندي. ايو خير يا بنتي، الناس بالناس. لكن يا عمي مش عارفه كيف بنمشي لهم هيك يديا فاضيات، انت عارف الدوشكا مهناش واخوالها بسلامته في الخدمه. تعرف احسن حاجه عمي، خلي لما يجي واحد منهم ناخذ منها باش نشري لهم حاجه نمشي بها. وهذا يصير منا يا بنتي، هاك خودي، ها هاك
أو هادو 50 دينار، خودي بيهم واللي تبيه باهي، لكن اسمعي ما تنسيش تسلمي لي عليهم هلبة. هاك خوديها. حاضر يا عمي ولا يهمك، أصلا حتى خالتي زبيدة راهي تشكر فيك هلبة، وديما تقولي هيك تريس يا بلاش. وهذا أمتى صار؟ يا عمي ما تتذكرش هذيك المرة اللي مشيت فيها على خاطر موضوع أخويلة؟ لكن تعرف يا عمي قاعدة متحشمة منهم على خاطر مشي لهم ايديا فاضيات. لا 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 ما تخميش يا بنتي ما تخميش. خودي أو هادو 50 دينار تانيات. لكن اسمعي نبيك في موضوع ونبيه يقعد سر بيني وبينك، ردي بالك تقولي عليه حتى لواحد. حاضر يا عمي، هون حفرنا وهون تمرنا. مش عارف شنو مخلي التاج معطل اللي توه، والولد مش بعيد قاعد جيعان. شنو الاولاد امال نوع الدوشكا ولد اختي؟ الدوشكا هني نعرف ولد الاخت يجيب من خالها شويه، الا الدوشكا هذا ما جاب منك شيء. تعرف يا جراندي الدوشكا على قد ما يدير ما نتعفلقش منه بكل، على خاطر يدير في حاجه تخلي فيا نسايره في اللي يبي. والولد هذا زعما عنده خال زيك. تاو قدامك انشتا. قول لي يا ولاد عندك اخوال؟ عندي 10 اخوال، كل واحد عنده قريب 20 ولد، وعندي حتى عمام. ومن هم اعمامك يا فالح؟ عمي الكبير الرقبه، وعمي النخصه، وعمي المكلبش، وعمي السن، وعمي البوزه، وعمي الصغير احمر العيون. نعم نعم حتى احمر العيون عمك. ايه عمي وانت تعرفه؟ نعرفه هي عيني والله، انت كيف ما نعرفهاش؟ قول لي يا شرنقه تعرف كان ورقنا ولا؟ قول مش انا فاهم مفروم، مش عارف كيف تفكر يا دماغ انت، بس من دون العالم كله ما لقيتش الا ولد خو احمر عيون. وليش نعرفني؟ صديق قديم هو اللي قال نبي نخطف ولد نفر جديد. تي باهي باهي، تي ما تقول ليش تاج وانا قطعت رقبته. سبيك لبيك تاج بين ايديك تفضل. توا رقبتك هي اللي بتولي بين ايديك يا تاج. ليش انا شنو في دير؟ تي هو انت شنو هو اللي ما درتاش؟ يا راجل عقافها تخطف ولد خو احمر عيون، خو النخصة والمسن والبوزة والمكلبش، وتقولي اني مش عارف شنو يدير. انت في عم احمر عيون؟ ايه. اوه انت الاسماء في سمته في يقول ام هذا ام هريون، هذا صديق كثير انا فيه. انت تو لازم فيه يمشي يروح هوش بابا، خلاص اكيد هو في مشغول كثير انت لنفر والله. لا انا ما نبيش نروح، نبي نقعد معكم انا. وعلاش ما تبيش تروح يا بابا؟ بعدين بوي يضربني. وعمامي يضحكوا عليا واخوالي ماشي يكلموني ويقعدوا يعذروا فيا، الخطر ما قدرتش ندافع عليه روحي. قال لك صديق قديم هو في خوف نفر جديد. يا اسمع يا ولاد برا روح بروحك وقول لي ابوك وعمامك واخوالك خلصت روحي بروحي. نوض تنوض خير ما يطب علينا حد. نوض استهب. تاج انت في خطه فاشور، انت ما فيش عارف اخطف ولا تعرف شرنقه انت وياه. لمك شيشك انت وياه ويلا، والله ما عاد عندنا قاعد هنا. تي قال لك عم احمر عيون. عمي يوسف. ايوه مدام ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله تكون هي بس يا رب. نهارك حليب، نهارك حليب بتاريخ اليوم، نهارك مبروك ما فيه شروك، وعدوك مهلوك ونفرح ونجيبوك والله يرحم بوك. صبحك بالخير والهنا يا يوسف. شنو وليت تقول حتى في الشعر؟ الشعر وبس يا زبيده، تاني قريب نفوت عنتر بن شداد غادي راهو اذا كان استمر الحال على هالحال. حال حال شنو؟ ما شاء الله عليك رايح زي الفرح والسعد. ارجوك ارجوك يا زبيده نبي نقول لك كلام وما نبيكش تتسرعي في اتخاذ قرارك. احسك خوفتني. قرار شنو وكلام منه؟ توصل لي راسك ثاني وما تبيش تطلع. اسمعي اسمعي يا زبيدة، مش قادر مش قادر يا ناس مش قادر. خلاص يا زبيدة خلاص، توا أمل أمل بعدين تقول لك على كل شيء. أمل؟ كلام شنو اللي بتقوله لي أمل؟ اللي عندها قالاتة والبنت ورايها يا حاج يوسف. لا 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 يا زبيدة البين عليك مشيت بعيد. المهم قولي لي الجراندي الجراندي شنو حالها توا؟ ان شاء الله غير ما نكونوش قصرنا معاه. بس الجراندي اني الجراندي ما شفتهاش من النهار اللي رفعوه فيه. كيف صار هالكلام يا زبيدة؟ اني روحت به بروحي
وقال لي بنمشي نخلص ديني ما ديني عند واحد صاحبي وبعدين بنروح. لا يا ودي ما روحش للحوش، والله ماني عارفه اش ندير معايا حاج يوسف، الولد هذا بيهبني عقاب عمري. لا 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 يا زبيده، قولي في اول العمر ولا يهمك، يوسف في جنبك ومعاك على طول، وبالنسبه للجراندي هو انا نحطني في وسط عيوني ونديرها زي نفسي وقتها. بالله يا يوسف ارد بالك منا الولد وخلي بالك عليه وطمني، الله يطمن قلبك. حاضر حاضر يا قلبي، قصدي يعني اطمني اطمني، ما يكون الا خير ان شاء الله. وهونا امل تو تقول لك على كل شيء. امل خير هالعفو، شنو في زعمة؟ افهمني كويس يا راجل، ما نبيش تهور من اي حد. ايه ايه ايه، اخذ الحيط والحذر اهم شيء في مهامنا الامنية، مفهوم؟ مع السلامة مع السلامة. ايوه يا امل. شني طمنيني يا بنتي. يا سلام يا سلام، يا عيني عليك يا عيني عليك. انا من زمان يا بنتي من زمان ونقول امل هذه زي بنتي بالضبط، ما هيش مرت ولدي. تعرفي يا امل لو يصير منا الموضوع ندير لك حاجه عمرك ما حلمتي بها في حياتك. شن هي؟ لا 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 ماليش قايل لك عليها، بعد ما تتم المهمه نتاعك ان شاء الله. هيك راهو بينزعل منك يا بنتي. حسابك بتولي في كلامك. أنا ما عمري نولي في كلمتي يا بنتي، لما نقول لك كلمتي خلاص. باهي مالا، حتى انت وريني كيف عند كلمتك والمية تكدي بالغطاس. هيا بسلامة يا بنتي، مشغول تو عندي خدمة هلبة، هيا بسلامة بسلامة. ايوا، وأنا نقول شنو مخلي الميركم كبد على المكان هذا مع شب يطلع منه. انت هذا فاتح مر عيون غادي. وراسك شرنقة لا أحمر عيون ولا غيره. ما ياخذوا الاذن الا مها الجثة. والله انا منور، ربي يحفظك يا جتة، اطلع طول. في تعرفوا يا اولاد كان مش بالجتة، قصدي كان مش بميركو، راهو مشيت فيها وما يندري علي حد بكل. نسيب ولا ابن عم قريب؟ العقبة عندكم يا جراندي. لا 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 فكني يا اخوي من الزواج وغنت انا. هو ما قال لكش انت، هو قال العقبة عندكم، معناها مرات في حد يبي يناسبك. ومنو سعيد الحظ هذا؟ اخوك الميركو يا جراندي. طالب القرب منكم. الميركو راهو حكى لي على كل شيء ومستغرب فيه انا، اول مره يفتح لي قلبه هكي، وقال كان الجراندي ما وافقوش، هذاك اللي بيني وبينه معش نعرفه بكل. تعرفوا يا اولاد انا مش عارف شو اللي صار لي، واحده واحده وفهموني شو فيه. الموضوع واضح يا جراندي، الميركو يبي يناسبك، معناه يبي ياخذ اختك، وكان مثلا انت رفضت الموضوع، الميركو قال بنمشي لامك وبنحكي لها على خيمة الصندوق وبنقول لها اللي دبر وخطط للموضوع. هو مش هيك الكلام يا ميركو؟ وي عليك يا شرنقة وي، والله لا ما تقول لو كنت معانا غادي، لكن اني بنعرف حاجة واحدة، شنو فصل الصندوق هذا والميركو ما باش يقول لي. اني الصندوق ما فتحتاش يا دوشكا ولا نعرف شن فيه، خليته مسكر اني نصرف فيه لجراندي. اذا كان لجراندي وافق على خطوبة اختها يعتبر الصندوق هدية لخطوبة اختها من ميركو لحلى جراندي. يا ريتني جيت نعرف نزغرط، راهو زغرطت من بكري. وخلي الحديد هو اللي زغرط يا شرنقة. ايوه يا ساتر يا ساتر. ايوه هذا كل جماعة مية مية، هو في بلة سنارة، لكن في كلام هذا في اهم ريون اليوم لازم فيه فلوس ضروري، ولكن ممكن احنا ما فيش فلوس، لانه هو ممكن نقول حقيقة لجراندي، لكن انت في ضروري وكا ورقة، هذا في ولد روح حوش. انت عارف انا منو؟ انا تاج الدين نورهان هرم. السلام عليكم. We'll be right back.